75 متهم أحيلوا للجنايات والقضاء المصري والنيابة بخصوص اللي حصل والمجزرة اللي حصلت في بورسعيد. ده قرار أخده سيادة النائب العام امبارح، وبناء عليه هنبتدي نحقق مع 75 شخص كانوا سبب، ويقال إن في ناس تانية مش بس 75. كتير من في التحقيقات طبعا النيابه، اول ما حصلت موضوع البورسعيد ده النيابه راحت حققت، سمعنا ان في مجلس الشعب في لجنه تقصي الحقائق راحت عشان تشوف ايه اللي حصل، تتحقق من اللي حصل. احنا عندنا النهارده منظمه، هي منظمه مصريه عالميه، وكان عندهم لجنه تقصي حقائق برضو، وكانوا واحد من ضمن الاسباب الرئيسيه في الدليل اللي اتقدم للنائب العام، وبناء عليه أخذ القرار الخاص بإحالة 75 شخص للنيابة والتحقيقات أو الجناية. معايا رئيس المنظمة ومعايا ضيفي الأستاذ سمير خطاب، رئيس اللجنة تقصي الحقائق بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، والأستاذ الدكتور شحاتة أبو زيد شحاتة، أستاذ القانون الدستوري ورئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان. صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. منورنا حضرتك. أهلا بيك. حضرتك المنظمة دي بقالها قد إيه الأول؟ أولا هي المنظمة يا سنة وكم شهر؟ سنة؟ هو أشهرت في 16/2/2011، وهي منظمة مصرية بحتة. مصرية بحتة. كثير من حضراتكم أكيد عارفين مشكلة المنظمات حقوق الإنسان الأمريكية. مظبوط. والمشاكل مظبوط. اللي حصلت وما زلنا في الموال ده لحد دلوقتي. مظبوط. وتمويلها ومصادر تمويلها وكنتوا واللي حصل فيها، أنتم بتتمولوا منين؟ والله إحنا التمويل الخاص بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان هو تمويل ذاتي خاص باشتراكات الأعضاء فقط لا غير، والعمل عندنا عمل تطوعي، ولم نتقاضى أي معاناة لا سواء من الخارج أو من الداخل. طيب معلش دلوقتي حضرتك الأستاذ سمير خطاب، رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان. تمام أستاذ سمير، يعني ايه احنا سمعنا من شويه او من كام يوم كده او من كام اسبوع لجنه تقصي الحقائق في مجلس الشعب. هي لجنه تقصي الحقائق دي بتنزل تعمل ايه بالظبط؟ اولا احنا بننزل نبحث اسباب الحدث نفسه. كويس. عشان نقف على اسباب هي كده، وبعدين نبدا نحاول نعالج هذه الاسباب. انتوا كنتوا كام واحد مثلا في المنظمه؟ اربعه. دكتور شحاته. أيوة. وسمير خطاب اللي هو انا طبعا، والاستاذ خالد زكي، خالد غسلان، والاستاذ سيد زكي. كويس. طيب اشرح لي اكتر معلش. يعني خلينا نشرح للناس انتوا بتنزلوا تعملوا ايه. يعني انتوا رحتوا سافرتوا اخدتوا عربيه ورحتوا لغايه بورسعيد. احنا توجهنا طبعا كان يوم الاثنين موافق 6/2، ده كان بعد الحدث بحوالي 5 ايام. طبعا الحدث ده حصل يوم 4/1/2. توجهنا على طول الى عضو المنظمه الموجود بتاعنا فرع بورسعيد استاذ احمد السحراوي، تقابلنا معاه، وهو طبعا كان محضرين جمهور المصري، بعض من الجمهور المصري وبعض من جمهور الاهلي المصراوي المصري برضه. يعني في من جمهور الجماهير الاهلي مصراويه، والتقينا مع الاثنين، وطبعا يعني كل واحد كان بيقول وجهه نظره في الاحداث ايه اللي حصل بالظبط. وكمان خدونا بعد كده للاستاد، الاستاد بورسعيد، وتفقدنا او عيننا كده موقع الجريمه وموقع الاحداث، ووصلنا الى بعض الاسباب. يعني انتوا بتنزلوا بتاخدوا عربيه بتنزلوا بورسعيد، بتقابلوا ناس، يكون في اشخاص تانية محددين لكم مواعيد معاهم. تمام. ناس في الشارع، عضو المنظمه بتاعنا في بورسعيد. حلو قوي. اتفضل. بتقابلوا الناس اللي هم مثلا كانوا في الاستاد. كانوا في الاستاد. عظيم. زي مثلا قابلنا الكابتن طارق سليمان طبعا مدرب النادي المصري. كويس. وقابلنا اللي هو احمد السحراوي اللي هو مدير العلاقات العامه بالنادي المصري السابق.
تمام. والاستاذ سامي شليل اللي هو مدير العلاقات العامه الحالي. عظيم. وقابلنا الاستاذ الكابتن محسن حسن مصطفى اللي هو كان مدرب ناشئين السابق وبعض من جماهير المصري. التقينا بيهم الحقيقه، هم شرحوا الاسباب بالظبط اللي هي كان ايه اللي حصل وكده، والحقيقه هم كانوا برأوا طبعا جماهير المصري من ارتكاب هذه الجريمه، وقالوا ان اللي حصل ده حصل من بعض الدخلاء من اللي هم مؤجورين من النظام السابق، وفي النظام السابق لإحداث فوضى وبلبلة في أو انفلات أمني في بورسعيد، مستغلين طبعا الحالة الأمنية في البلد وكده. دكتور شحاتة، يعني بقالنا تقريبا 24 ساعة أو 48 ساعة بنسمع في وكلاء الأنباء والصحافة وفي الإعلام إنه مش فيش طرف ثالث، وانه ما فيش النظام السابق، وانه ما فيش يعني طرف، يعني هم النهارده في الجرايد في كاتبين ان في 3000 واحد دخلوا الاستاد بدون تصريح وبدون، وكان في حد ممهد له زياده عن ساعه الاستاد على عيني وعلى راسي. تمام. لكن كان في اتجاه اكتر انه لا، هو التراس البورسعيدي هو اللي كان الطرف الاساسي في المشكله. والله خلي بال حضرتك، لما احنا التقينا بجمهور بورسعيد عامة والجمهور المصري، وكان اهالي بورسعيد فيهم جمهور للنادي الاهلي، متعصبين للنادي الاهلي. تمام. وسمعناهم برضو. تمام. حضرتك جمهور بورسعيد او جمهور النادي المصري قالوا طب احنا ايه المبرر اللي احنا بنعمل هذه الأحداث، خصوصا إن احنا فايزين 3-1، وبقدر الإمكان احنا عاوزين نهد الأوضاع حتى لو كان الطرف الثاني مخطئ. قال على إنه فيه طوب أو زلط جاي من السكة الحديد، من بين الفلنكات بتاعت السكة الحديد اللي هو الزلط البازلت، واحنا عينا بزلط البازلت اللي جايبه مشجعين النادي الاهلي، ولكن من الممكن برضو يكون مشجعين النادي المصري جابوا بعض الزلط اللي هم قعدوا يتبادلوا فيه بالحدف ده، بيحدف من ناحية والتاني بيحدف ايه من ناحية. ولكن في حتة يعني احنا نقولها في المعقولية، هو قال احنا فايزين 3-1 واحنا عاوزين نحتفل، يبقى من مصلحتنا ان احنا ما نعملش الاحداث حتى لو كان لنا نيه لهذه الاحداث. ففي بعض الاطراف الثانيه قالت انه فيه دخلاء من الخارج حقيقه وبلطجيه مأجورين هم الاثار لهذه المشكله، وفيهم من ضمن الاحداث في موحنا صورناه تقريبا، سمعناه صوت وصوره من بعض اللي هو الكابتن طارق سليمان، وقال على انه انا شاهدت واحد بدين نزل على طول في قلب الملعب، وطبعا قعد يلوح بعبارات وقدام ضابط الامن، واستخلصنا انه ضابط الامن للأسف الشديد لم يفعل دوره في هذا الموضوع، وكأنه متقالش حاجة، ومسك قائم من الحديد واتلموا عليه 2-3 خدوه منه وقعدوه على في المدرج. طيب ده لمصلحة مين؟ ده اللي أثار الزوبعة كلها، وأثار حفيظة الجمهور اللي هو نزل الملعب او شجعوا على انه ينزل الى الملعب، وصارت هذه الاحداث والتبادل بين في الضربات في الزلط والطوب والاخر والكلام ده هو. وبعدين اللي حصل الخطير جدا انه لا ده وصل لاكثر من كده، يعني احنا صورنا في مشانق كانوا عاملينها. خلي بحضرتك، اظن ما اعتقدش انه يكون دكتور انتوا واخدين معاكم كاميرات احنا ما عندنا على الهوا دلوقتي، على الهوا مشانق مثل صوت المشنقه اللي كانوا بيحطوا فيها رقبه المشجع ويخنق. ده هم قالوا بنفس الجمهور، وفي من ضمن الناس قال انا اخويا اتشنق
خلي حضرتك، والاحبال بتبقى ايه، بتبقى موجوده تحت الكراسي بيشتوى بيها الواحد، وطبعا بيبقى بينقضوا عليه بالضرب والاخر زي كده. واحنا شاهدنا اثار دم كتيره جدا، يعني اثار دم كتيره موجوده في الاستاد بعد حوالي كام يوم، اربع خمس ست ايام، سواء كان في المداخل او في في المدرجات كلها. طب دي جت منين؟ خلي حضرتك، والجزم فرادي عديده جدا مخلوعه، وشفنا الابواب مخلعه، وقالوا لنا على انه هذه الابواب دي طبعا لما اتخلعت فجت طبعا تحت الناس فادت الى وفاتها. يعني الباب، شوف باب حديد وزنه لا يقل عن طن او اكثر من طن، او 2 طن، ووقع طبعا على مجموعه من الناس، طبعا ادت بحياتها. وبعدين في مشكله حصلت بالنسبه لافراد الامن او القائمين بالامن، كانه يعني في حاجه مدبره معينه، يعني قافل الباب وقعده يندهوا على افراد الامن علشان يفتحوا، لا حياه لمن تنادي، وقابلهم الجمهور الثاني بالمرصاد وقعوا الباب ودخلوا وتشابكوا وحصل الجرائم اللي هي حصلت دهوة. استاذ سمير، حضرتك الحقائق دي اللي انتوا وصلتوا لها في لجنه تقصي الحقائق رحتوا بيها للنائب العام؟ لا طبعا. ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ لا، احنا دي بنعملها للمنظمه نفسها واثبات عمل المنظمه. والمفترض دي تبقى تروح للمجلس القومي لحقوق الانسان، على اعتبار هو يشوف عمل المنظمه قد ايه، يعني المنظمه بسعيها للحق للوصول للحقيقه قد ايه. يعني يعني انتوا كمنظمه ولجنه تقصي الحقائق انتوا مالكمش بالنائب العام حاجه؟ لا لا، ما نقدرش طبعا. ولكن هي الحقيقه يعني صحيفه الوفد نشرتها في احدى صحافي، في احدى اعدادها، يعني صحافه نشرت العدد كامل بالصور كلها كده، يعني المقاعة نشرت بالصور كامله، يعني في في جهه الوفد يعني. عشان يعني عشان انا ايه في المقدمه قلت ان كنتوا كمنظمه كنتوا واحد من ضمن الناس اللي لا خلت سياده النائب العام لا، يبقى انا بعتذر عن المعلومه الخطا. لا دي ما استمتش. تمام تمام. هو احنا كنا هدفنا منها حاجه، ايه هي الحقيقه؟ ان احنا نتوصل الحقيقه، عشان نتمنى كنا نعمل مبادره الحقيقه بين النادي الاهلي والنادي المصري، بصرف النظر عن الشق الجنائي طبعا، ده في ايد النيابه وفي ايد القضاء، مش هنتكلم فيه لان ده طبعا في ايدي امينه وميزان العدل يعني. لكن احنا كنا نقصد نعمل حاجه مبادره للصلح بين الاهلي والمصري كانديه، بصرف النظر طبعا عن الشق الجنائي واللي هيصدر ضدهم احكام سواء بالادانه او بالبراءه، دي ما نقدرش نضمنها يعني. لكن احنا كنا عايزين مبادره حقيقيه فعلا للصلح بين الناديين، لان احنا عايزين نزيل الاحتقان والكره اللي يعني كامن في صدور جماهير المصري تجاه الاهلي، اللي هو الكره ده اللي بيتزايد من جيل لجيل، اللي هو تسبب في الاخر الى هذه المذبحه، وكل واقف اتفرج ولا حد خالص قادر يخش بين الطرفين يصلح، كل مستني احكام القضاء. طب احكام القضاء ده هتستمر، ممكن تستمر سنه واثنين وثلاثه واربعه. طب هل الاحتقان ده والمشاكل دي بين الجماهيرين هتقعد مستمره كده؟ هيقعد جمهور الاهلي جمهور المصري في حاله احتقان وفي حاله كره وبغض كده؟ هل اداره الناديين الاهلي والمصري ما فيش في حد في البلد يقدر يجمعهم؟ ممكن يعمل لهم لقاء مع بعض؟ ما فيش اي مبادرات خالص؟ ليه الجهات كلها ساكته؟ ساكته ليه؟ دي مش حاله سكوت، دي حاله مصالحه. نبدا نصالح الناس، نبدا نتصالح معاهم. المخطئ نقول له مخطئ، والمصدوم نقول له انت مصدوم، عشان الامور تستقر. لا يمكن ابدا هيستقر الامور في جده في مصر والحال ده كما هو كده عليه. نعم. لازم يعني كبار البلد ومسؤولين الكبار في البلد لازم يجتمعوا الاثنين غصب عنهم، الاثنين الناديين يجتمعوا، ولازم نشوف اسباب المذبحه دي ايه. هل ليكوا دور في هذا الموضوع؟ انا اتمنى هذا، والحقيقه انا طلبنا من 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 عضونا في المنظمه في بورسعيد ان هو يعمل لنا مبادره مع اهالي بورسعيد، مع اعضاء مجلس الشعب، مع كبار بورسعيد ورشداء بورسعيد، عقلاء بورسعيد وحكماء بورسعيد. لازم نقعد معاهم الاول نشوف رايهم ايه، نشوف قد ايه ممكن يعملوا ايه للنادي الاهلي، يعملوا ايه للضحايا، هل يتاسفوا، هل يعتذروا علنا، هل ناخد وفد ونقابل الاهلي ويبدا الاهلي يتقبل هذا العذر، نقابلهم باسر الشهداء، نبدا نعمل مصالحه. ما اعتقدش دكتور استاذي العزيز بس انه ممكن حد يقبل الاسف الا لما نشوف بس اللي هيحصل ايه في القضيه نفسها. انا اقصد يعني حاجه، انا اتقتل لي ناس 75 واحد تقريبا،
ال 75 واحد دول اكيد مش هقول معلش اوكي خلاص غير لما اعرف مين اللي قتلهم. جميل. او ايه السبب اللي خلاهم يتقتلوا. النيابه توصلت الى المتهمين الحقيقيين. تمام. وقدمتهم للجنايات. هل معنى هذا ان تقعد بقى الامور المشاحنات في هذه الحاله بين الاهلي وبين بورسعيد؟ لا لازم نفرق. بورسعيد حاجه المصري حاجه. عظيم. رغم ان في بعض الناس قالوا ان جماهير المصري هي بورسعيد. طبعا ده تفسير خاطئ. طبعًا. التفسير الصحيح بتاعها ان بورسعيد في وادي والنادي المصري نفسه بجمهوره في وادي تاني. 100% لابد صح. لابد الا نخلط بين الامرين دول. بورسعيد لوحدها مدينه كلنا بنعتز بيها. جزء من مصر لا يمكن ابدا ينفصل عنها باي حال من الاحوال. أهلينا. مدينه في قلوبنا. مدينه باسله. مدينه دي مقاتله. مدينه قدمت قد ايه من شهدائها وقد ايه من مصابينها في حروب كلها. قد ايه كانت هذه المدينه خط الدفاع الاول للقاهرة وباقي مدن مصر كلها في حروبها كلها مع أعدائنا. نعم. المدينة دي لابد ألا تترك هكذا. لابد. نعم. المتهمين قدموا للنيابة خلاص. قدموا للمحاكمة. للجنايات. هم ياخدوا حقهم. عظيم. لكن بورسعيد بقى الباقية وأهلها وجمهور المصري. الجمهور المصري اللي هو الجمهور الطبيعي بقى مش جمهور. نعم. الشرس أو الجمهور المتحمس. نعم. كده الجمهور ده لابد معاه مصالحة مع الأهلي عشان الأمور تستقيم. وانتوا بتتابعوا الاحداث وقابلتوا الناس اللي كانوا موجودين في الملعب، هل كان في ناس من التراس البورسعيدي او المشجعين البورسعيد كان قاعد ما عملش حاجه مجرد ان هو رايح يتفرج على كوره، ولا هو كله نزل؟ لا هنقسم اتفضل دلوقتي خلي بالك احنا هنقسم. اكيد كان في ناس الوضع. يعني طبعا 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 كرة مش ده كتير جدا ده. طبعا لا هو الغالبيه العظمى. الغالبيه العظمى هم رايحين فعلا انه يتفرجوا على كوره. حتى واحد من اللي هو مات اخوه وكان بيشجع النادي الاهلي، يعني هو ده كان بيشجع النادي الاهلي، قال اخويا انا رايح بيتفرج عادي ومليهش في المصارعات ولا ليه في الهتافات ولا ليه في اي المناوشات اللي هي خاصه بالكوره. هما الاثنين رايحين، فده قاعد في مكان بيشجع النادي المصري قاعدين اخوات، وده قاعد في مكان بيشجع النادي ايه الاهلي. فوجئ بيقول انا فوجئت بان اخويا، قالوا ده اخوك مات خلي بحضرتك، فكانت الطمع الكبرى بالنسبه له. طب ده ليس له دور في المشاغبات. فبالقطع في الغالبيه العظمى من ان احنا بقول ده في دخلاء، ده امر طبيعي اللي احنا استشفينا في دخلاء وليس من المشجعين الطبيعيين. لسه النهارده في جمال الاهرام 3000 واحد دخلوا الملعب بدون اي تصريح بدون اي ورق تصريح ولا اي حاجه. وده وده خطا امني 100%. استاذ الدكتور شحاته ابو زيد شحاته استاذ القانون الدستوري ورئيس المنظمه الوطنيه الدوليه لحقوق الانسان، والاستاذ سمير خطاب رئيس لجنه تقصي الحقائق بالمنظمه الوطنيه الدوليه لحقوق الانسان، شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. شكرا يا فندم. واحنا دلوقتي يعني في انتظار التحقيقات بقى عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط. اهلا وسهلا. شكرا ليكم يا فندم. وبالبرنامج وهو برنامج مثمر للغايه، وانا اتمنى التوفيق في جميع الاحوال. شكرا لحضرتك يا فندم. فاصل وراجعين.